اتفاقية شراكة أفرزتهما الزيارة التي قام بها وفد تونسي للسنغال في إطار الملتقيات الثنائية التي تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة لدعم العلاقات التونسية الاقتصادية مع بلدان إفريقيا جنوبية الصحراء. بالتوقيع على هذه الاتفاقية سنعطي للتعاون بين تونس والسنغال نفسا جديدا في مجال التعليم العالي الخاص. هكذا وصف ممثلة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وجامعة الشيخ أنت ديوب بداكار الاتفاقية التي تعنى بعدد من الاختصاصات الجامعية. مثل بعض الإجازات المهنية وعلوم الحياة والتكوين المفضي إلى الدكتوراه، سنهتم بالخصوص بالابتكار. نحن نحتاج إلى براءات اختراع نطور بها صناعاتنا التقليدية. فما برشا خدمة، والخدمة هذيك تنفع تونس بصفة ما تجمش تصورها في بالك. أحسن سفراء لتونس هم الناس اللي يدرسوا أما في تونس ولا يدرسوا في معاهد اللي مش يصيروا في السنغال برؤوس أموال كذلك فيها التوانسة وفيها أساتذة التوانسة. هذوك من بعد أحسن ناس يدافعوا على تونس ويبيعوا سلع تونس ويخدموا تونس. الاتفاقية الثانية تهدف لتحديد القطاعات المعنية بالشراكة بين الهيكل ذاته والمنظمة الثانية للأعراف بالسنغال، ذلك إما بالاعتماد على الخبرة التونسية في عدد من الاختصاصات وهي معروفة في السنغال، وإما أن ندعو المستثمرين التونسيين للشراكة مع السنغاليين في قطاعات لدكار امتيازات فيها. نذكر الانفتاح على الأسواق الإفريقية وحتى على الأسواق الأمريكية والجنوب أمريكية. ومام سو لو مارشي امريكان و سود امريكان، معناها كل شهرين ثلاثه ناس تجي وناس تمشي والكل باش نبنيو شراكه صحيحه مع السنغال، مش زياره مره في العام ولا في العامين ونمشيو على رواحنا. الطرفان بينا خلال حفل التوقيع ان بوصله التجاره والصناعه بصدد التحول الى القاره الافريقيه، وهو ما يحتم على بلدانها ان تجعل من التعاون فيما بينها اولويه وأمرا ملحا. تعرف بلدان أفريقيا جنوبية الصحراء تحولات عميقة وللنجاح فيها اقتصاديا يجب أن نحين من معطياتنا عنها، إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. طارق بن معاوي، التلفزة الوطنية التونسية، مدينة دكار، السنغال.